السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول أنا عندي مشكلة لما بستخدم الريندرينج كلاود بيعمل ميسنج ايمج ماتيريال وما بش بيعمل ريندر، الحل ايه؟ طيب الرسالة بتجيله بتيجي بالشكل دوت، بيقول له the following render appearance image are missing، وبيديله اسم الحاجة اللي ناقصة. تمام، يعني في هو بيعمل ريندر في صورة مفروض في قلب الريندر فهو مش لاقيها. مش لاقيها ليه؟ لأن الفولدر اللي فيه الصور مش موجود. فلو احنا دخلنا على الريفت، طبعا الماتيريال لو انت عايز تحكم فيها بتدخل على المانج وتدخل في الماتيريال، هتلاقي ان في بعض الخامات بيبقى مرتبطة بصور معينة. تمام، بتلاقي في الابيرنس هنا بتبقى في صورة معينة ممكن تكون مش متحملة. طيب انا عرفت اسم الصورة دي، ممكن تعمل سيرش على الانترنت وبعد كده تيجي في الاوبشن حمل الصور اللي انت عايزها هنا في اديشنال ريندر ابيرنس باس، يعني العادي ان هي بتكون في قلب الملف، انما في ممكن تلاقي بعض الصور محطوطه في المسار دوت هو يقدر ياخد منها الصور. تقدر تقول له اد وتديله المسار، تدوس هنا تديله اسم الفولدر تمام وتقول له اوبن، هو هيدور في المسار دوت. يعني بعد كده لما يجي يعمل سيرش هيدور في الدي يوزر والاسم والدوكيومنتيشن، اي مسار انت عايزه حاطط فيه صور الماتيريال اللي انت عايزها الخامات اللي انت عايزها تقدر تحملها من هنا على طول. لما تدوس اوكي هو اوتوماتيك لو ما لقاش الصوره متحمله في المشروع هيبدا يشوفها في المسار دوت.